بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين كل يوم اليومين دول يعني بنكون مع حضراتكم كل يوم. امبارح كنا مع حضراتكم في مباراة كانت هامة جدا للنادي الأهلي، مباراة الأهلي ضد وادي دجلة، وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، ولكن في النهاية ثلاث نقاط هامة جدا جدا في عودة النادي الأهلي أو عودة البطل إلى الصدارة أو المنافسة على الصدارة مرة أخرى. الحقيقة النهاردة عندنا أخبار كثيرة جدا جدا، وعندنا كلام كتير جدا. هنتكلم عن مباراة الدوري اللي اتلعبت النهاردة، مباراة نادي الزمالك ضد نادي مصر المقصة. ولكن في الأول الحقيقة خلوني أقول لحضراتكم مجموعة من الأخبار اللي موجودة عن النادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي بيجتمع غدا لمناقشة العديد من الأمور الإدارية. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يجتمع غدا في الخامسة مساء ويأتي اجتماع المجلس لمناقشة العديد من الأمور الإدارية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة. زي ما حضراتكم عارفين اجتماعات دورية خلال هذه الأيام، اجتماعات لمجلس الإدارة خلال هذه الأيام للتنسيق لكل الأمور الخاصة بالنادي، سواء أمور إنشائية أو أمور خاصة بالفرق الرياضية المختلفة، فريق الكورة، أيضا أمور خاصة بالعضويات. وزي ما حضراتكم عارفين وسمعتوا الكلام ده من أول امبارح من الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب رئيس لجنة العضويات في النادي، وتكلم عن العضوية إن شاء الله ابتداء من الأول من فبراير ستصل إلى العضوية العامة لكل فروع النادي الأهلي ستصل إلى 500,000 جنيه، هي دلوقتي 350,000. إقبال شديد خلال هذه الأيام على عشان الناس تدفع، يعني 350,000 ما تدفعش 500,000 جنيه، ولكن ابتداء من بداية فبراير هيكون 500,000 جنيه للأفرع كلها، أما فرع التجمع الخامس ب 200,000 جنيه، وفرع الشيخ زايد هيصل إلى 175,000 جنيه خلال أو بداية من أول فبراير. اجتماعات دورية عشان الناس تشوف بقى هتعمل إيه خلال الفترة اللي جاية، الإنشاءات، التجمع هيحصل فيه إيه، هنا هيحصل هنا إيه، وهيحصل هنا إيه، وهيحصل هنا إيه. أيضا اجتماعات ل مناقشة الملفات الرياضية بالكامل واللي بيحصل في البطولة الأفريقية للطائرة سواء سيدات أو رجال، وتنظيم النادي الأهلي لهذه البطولة، والحاجة الجميلة جدا اللي عملها النادي الأهلي في هذه البطولة، أشياء كثيرة جدا. مجلس الإدارة ماشي بشكل جيد في هذه الأمور. نروح بقى لأخبار